كم في قضية حقوق الإنسان باعتبار أنها يعني تتعامل مع مجمل الحقوق والانتهاكات، ولكننا نتعامل بكل تأكيد مع الانتهاكات الأخطر. انتهاك الحق في الحياة بكل تأكيد هو أخطر ما يكون، وقضايا الخطف وقضايا الاغتيالات وعدم وجود ضمانات في السجون ومراكز الاحتجاز، وأيضا مؤخرا يعني زيادة واضحة في قضية يعني عدم وجود حرية في التعبير عن الرأي، وأيضا سوء استخدام بعض القوانين القديمة والتشريعات التي ترجع إلى عهد النظام السابق ولا تتناسب مع أسس الديمقراطية. بكل تأكيد هذه أهم الانتهاكات. لا يخفى علينا أيضا انتهاكات في القضايا الاقتصادية والصحية والتربوية وما إلى ذلك.